تصارع مدينة القدس الشريف وكافة محتوياتها التاريخية والبشرية أكبر المخططات الصهيونية التي تسعى لجعلها على شفا حفرة من الاندثار من أجل تحويلها من مدينة عربية إلى يهودية الطابع. وتعمل السلطات الاحتلال على ذلك من خلال بسط سيطراتها على كل قطاعاتها الحياتية ومن بينها القطاع السياحي، حيث تعد المدينة من أقدس وأعرق دول العالم بفضل وجود أهم المعالم التاريخية والدينية فيها. ويشكل القطاع السياحي مصدر رزق للتجار المقدسيين وأدلاء السياحة وتوابع هذا القطاع، إلا أنه في الآونة الأخيرة وبفعل إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة وبناء الجدار العازل والمستوطنات وإقامة الحواجز العسكرية وفصلها عن بقية المدن الفلسطينية المحتلة، عوامل أدت بمجملها إلى تراجع القطاع السياحي. فالقطاع السياحي بمجمله يعتبره الفلسطينيون بشكل عام والمقدسيون بشكل خاص من أهم القطاعات التي تشكل مصدر رزق للسوق الفلسطيني، إلا أنه لا يعتبر من مصادر الاستقرار الدائم بفعل مواجهته الدائمة للتحديات الصهيونية في مدينة القدس الشريف. للقدس خصوصيتها بسبب موقعها الجغرافي بداية، ثانيا بسبب الحضارات اللي أثرتها وأثرت في وجودها وأثرت فيها. للقدس، القدس هي مدينة مقدسة للثلاث ديانات توحيدية أو للثلاث ديانات التوحيدية، يهودية إسلام مسيحية. في القدس اعتبرها اليهود هي المركز الدين الرئيسي تبعهم. بالنسبة للمسيحية، هي المكان اللي صلب المسيح وقبر وقام منه، وهي أم الكنائس. بالنسبة للإسلام، هي مكان الإسراء والمعراج، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، حيث لا تشد الرحال إلا لمكة والمدينة والقدس. مدينة القدس تمتاز بالعقبات، والعقبات هي مصطلح يطلق على الطرق في مدينة القدس، وينشأ هذا المصطلح من كون مدينة القدس تقع على هضاب وتلال، فمن عند الانتقال من حي إلى آخر عليك دوما صعود درج أو نزول درج، وهو نوع من الإعاقة خلال السير والصعوبة، ومن هذا المصطلح نشأت مصطلح العقبات. طبعا تمتاز مدينة القدس بالعديد من العقبات المختلفة، لكن هناك عقبات تتميز عن غيرها. مثلا بعض العقبات تنسب لقضايا معينة، مثل عقبة الخالدية تنسب لآل الخالدي في مدينة القدس، عقبة المفتي تنسب للشيخ الحاج أمين الحسيني مفتي مدينة القدس، عقبة البيرق تنسب لبيت الشيخ أمين الحسيني، حيث كانت البيارق في النبي موسى لمدينة القدس تنطلق من منزل الحاج أمين الحسيني، عقبة لتكية نسبة لتكية اللي بنتها السلطانة روكسلانا في مدينة القدس، فلكل عقبة مسمى يميزها عن غيرها ولها أسباب منها أطلق على هذه المدينة، على هذه العقبات، بعضها أسباب تاريخية وبعضها أسباب تعود لعائلات تواجدت أو لها أملاك في تلك الأحياء. تعتبر القدس من أشهر المدن السياحية، وهي محط أنظار سكان العالم أجمع، يأمها السياح لزيارة الأماكن المقدسة والأماكن التاريخية الهامة، فهي تضم العديد من المواقع الأثرية الدينية، ففيها الحرم الشريف، مسجد الصخرة، المسجد الأقصى، حائط البراق، الجامع العمري، كنيسة القيامة، كما يقع إلى شرقها جبل الزيتون الذي يعود تاريخه إلى تاريخ القدس، فيضم مدافن ومقامات شهداء المسلمين، وتوجد على سفحه بعض الكنائس والأديرة مثل الكنيسة الجثمانية التي قضى فيها المسيح أيامه الأخيرة. والقدس حافلة بالمباني الأثرية الإسلامية النفيسة، ففيها أكثر من 100 بناء أثري إسلامي، وتعتبر قبة الصخرة هي أقدم هذه المباني، وكذلك المسجد الأقصى. وفي عام 1542 للميلاد شيد السلطان العثماني سليمان القانوني سورا عظيما يحيط بالقدس، يبلغ محيطه 4 كيلومترات وله 7 أبواب، هي باب العمود، باب الساهرة، باب الأصباط، باب المغاربة، باب النبي داود، باب الخليل، وباب الحديد.
القدس بوابة السماء وأرض الأنبياء ومعدن الأولياء وأرض الإسراء، هذه المدينة التي سقطت في عام 1967 بيد الاحتلال الإسرائيلي، فدمر ما دمر وغير ما غير، ولكن الأخطر هي تلك الانتهاكات التي استمرت عبر قرون وعبر سنوات وعبر عقود طويلة جدا. هذا الاحتلال الخطير أراد أن يجعل من المدينة عاصمة يهودية لمشروع الدولة اليهودية. تعالوا معنا لنشاهد بعض معالم الانتهاكات وبعض المعالم التي تم تهويدها تهويدا تاما. هذه القصور الأموية من الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك على طول الحائط الجنوبي، هذه القصور وبشهادة مازار وبندوف عالم الآثار، بعد حوالي أكثر من حفريات استمرت أكثر من 30 عاما، تعترف التقارير الإسرائيلية بأن هذه إنما هي قصور أموية، 4 قصور أموية، وهذه دار الإمارة. ماذا الآن؟ تم مصادرة القصور الأموية، تم استعمال الآن القصور الأموية كمزارات يهودية، تم المصادقة على القصور الأموية كحدائق توراتية، وأخيرا سمعنا أن القصور الأموية أصبحت مطاهر للهيكل. هذا العجب العجاب، أكثر من حوالي 50 دنما تحولت وبجرد قلم وبتزييف وبمؤامرة خطيرة جدا تتحول إلى تاريخ يهودي، رغم شهادة الأعداء، رغم شهادة من حفروا وبينوا هذه القصور. إذا ما انتقلنا غربا، الكل يعلم كيف هدمت حارة المغاربة، هذه الحارة التي لها أوقاف والتي كانت قائمة حتى عام 1967، ويتم تحويل الحارة بعد عام 1967 إلى أثر بعد عين، لا وجود للحارة على الإطلاق، بل ويستعمل الحائط الغربي، حائط البراق، أقدس مكان في المسجد الأقصى، يستعمل كحائط مبكى. تغير الأسماء وتغير الوظائف، غير اسم القصور الأموية، غيرت الآن إلى حدائق توراتية، غيرت إلى مطاهر الهيكل، والآن يغير الحائط الغربي للمسجد الأقصى، يغير على أنه حائط المبكى، وتغير الحارة وتغيب تماما لكي تصبح مكان للصلاة لليهود. بل ويتابع هؤلاء الذين احتلوا والذين يريدون تغيير المشهد في داخل المدينة، يتابعون إلى حارة الشرف ويغيرون في حارة الشرف تماما، وينشئون مباني وتزحف الرموز اليهودية على هذه المباني ليكون الشمعدان، ليوضع الشمعدان في قلب هذه الحارة على مقربة من المسجد الأقصى. فمن هون أتت هذه الأهمية للمدينة المقدسة، ومن هون صار في إشي اسمه عنا The Mosaics of Jerusalem، الإثنكس، الأعراق اللي أجت وأغنت القدس وأثرت في تراث القدس، وهذا أدى لأماكن سياحية كثيرة أو أماكن دينية بزورها الحجاج والسواح. زي إيش؟ المسجد الأقصى وقبة الصخرة، مكان الإسراء والمعراج، حائط المبكى، وكنيسة القيامة، طريق الآلام، الزوايا الصوفية في القدس، الأديرة في القدس، دير الأقباط من مصر، السريان، الأراميين، اليونان، اللاتين من أوروبا، من غرب أوروبا، الزاوية الإفريقية، الزاوية الأفغانية، الزاوية النقشبندية، لأنه كان في القدس في حركة صوفية رائعة وكبيرة. فمن هذا المنطلق القدس تعتبر هي مركز الحجيج ومركز الزيارة السياحية للأماكن المقدسة والثقافية في نفس الوقت. يعني القدس ما بتقدم لك فقط أماكن دينية، القدس بتقدم لك ثقافة، تقدر من خلال القدس تتعرف على مجموعات عاشت في القدس وصارت جزء من النسيج الفلسطيني في القدس، وصارت جزء من أبناء فلسطين في القدس، زي الأقباط، السريان، الأرمن، الجالية الإفريقية، الجالية الأفغانية، الجالية الهندية. هذه ناس تركت بلادها وأجت عاشت في القدس وأثرت في تاريخ القدس وصارت جزء من أهل القدس اللي إحنا بنسميهم أهل القدس.
ولكون القدس الشريف منزلة ربانية وعناية إلهية، فقد قصدها الأنبياء ابتداء بإبراهيم عليه السلام، وانبثق شعاع نور الديانات السماوية من ثناياها، واحتضن بقاعها ولادة سيدنا المسيح عيسى عليه السلام ومناجاة موسى لربه من طغيان اليهود ونقضهم العهود. الآثار في مدينة القدس تتعرض للتهويد. كل المواقع الأثرية في مدينة القدس يتم محاولة تحوير هذا صالح التاريخ اليهودي المدعى في مدينة القدس، ولدينا العديد من الأمثلة على ذلك، ولعل من أبرز الأمثلة مدينة يابوس والتي تقع في قرية سلوان، وهي هناك نشأت مدينة القدس قبل 10,000 عام، وبنيت مدينة متكاملة قبل 4,000 عام، ويحاول الاحتلال دوما ترويجها وإعطاء صورة للسياح بأن هذه المدينة التي بناها داود أو سكنها داود، ولا علاقة لداود نهائيا بتلك الآثار الموجودة هناك والتي هي آثار فلسطينية عربية خالصة، لكن يتم تحويلها وتحويرها لصالح الفترة الحديدية التي يدعي الاحتلال وجود اليهود ووجود الإسرائيليين فيها. أيضا من المواقع المهمة التي يتم عملية التهويد والتي ممكن أن نقول أنه تم تهويدها بشكل كامل هي حائط البراق. وحائط البراق هو مبنى إسلامي باعتراف عصبة الأمم المتحدة بالمحكمة التي حدثت سنة 1929. يدعي الاحتلال دوما حول هذا المكان بأنه يسمى حائط المبكى، وبأنه جزء من هيكل سليمان، ولا علاقة لهيكل سليمان بهذا الموقع نهائيا، ولا علاقة لمصطلح المبكى بالمكان. هو حائط البراق هو ملك إسلامي سمح المسلمين لليهود بالصلاة هناك في القرن 18، وبعد ذلك قام اليهود في سنة 67 بهدم حارة المغاربة الأثرية بأكملها واستخدام المكان للصلاة ومنع المسلمين والفلسطينيين بشكل خاص من الدخول إلى الموقع. أيضا من المواقع المهمة قلعة القدس، والتي أيضا تروج تحت اسم قلعة داود، وعلية صهيون التي تروج تحت مسمى قبر داود، مغارة الكتان التي تسمى بمغارة سليمان ومغارة حزقية، وعد على ذلك آلاف المواقع في مدينة القدس والأحياء التي يزور فيها بشكل يومي مباني وأسماء وتاريخ، في محاولة لإعطاء الصبغة اليهودية لمدينة القدس والصبغة التوراتية على مدينة القدس، لكن تأبى حجارة مدينة القدس ذلك. وليتم أيضا ترحيل السكان، وليس فقط ترحيل الحجارة، يتم ترحيل السكان، فيرحل السكان ويهجروا ويقتلوا، ويكون هناك إحلال يهودي لسكان مقتحمين جدد في هذه المدينة. إذا ما انتقلنا في فقط لنتحدث في محيط المسجد الأقصى في أخطر حادثة في التاريخ، وهي المدرسة التنكزية. المدرسة التنكزية، هذه المدرسة التي أنشأها وأشرف عليها الأمير تنكز في عهد السلطان قلاوون 1309، حينما بنيت هذه المدرسة الجميلة والتي تعد من أجمل التحف الإسلامية الرائعة، استخدمت في عام 1969 حينما جاء الاحتلال وطرد المدرسة وطرد الأساتذة وطرد مدير المدرسة وطرد الطلاب، كي تحول إلى مركز للشرطة الإسرائيلية وإلى الجنود الإسرائيليين. والآن هناك كنيس في داخل المدرسة التنكزية. هناك هذه المدرسة الآن الاحتلال من خلال هذا المبنى يقوم بالتغطية على جميع الحفريات التي تتم في تلك المنطقة. والأخطر في هذه المدرسة أنهم يريدون إنشاء كنيس يسمى كنيس النور على ظهر هذه المدرسة، معنى أن هذه المدرسة ستبقى في الذاكرة الفلسطينية مهما صنع الاحتلال. هناك ليس فقط اعتداء وليس فقط تزوير، هناك ترحيل للمباني الإسلامية كي تستخدم لمباني يهودية ولوظائف يهودية خطيرة جدا. إذا ما انتقلنا أيضا في محيط المسجد الأقصى، إذا ما انتقلنا إلى رباط الكرد والذي يعرف بحوش شابي، لنجد أن هذا الرباط الذي يعد من أجمل وأفضل الأربطة التي توجد على يمين الخارجي من باب الحديد، هذا الرباط يحول الحائط أيضا الغربي منه إلى ما يسمى بالمبكى الصغير.
ويتم هناك حفريات، سقط جزء من هذا الرباط، قامت بلدية الاحتلال بتدعيمه في عام 1971. في 1/1/2007 تم فك هذا الحديد وتوسيع رقعة الصلاة في داخل رباط الكرد، ويحول إلى ما يسمونه كوت الكتان. إذا ما استمررنا أيضا لنسير إلى داخل المدينة تقريبا، ونشاهد النقطة المركزية في المدينة، نشاهد قلعة القدس. هذه القلعة التاريخية على عبر الزمان تعرضت إلى قضايا كثيرة جدا، إلى أن جاء السلطان صلاح الدين الأيوبي في 1187، وأعاد أبراج القلعة، وأعاد تصميمها، وحفر الخندق. وهناك وثيقة تثبت كيف قام السلطان بحفر الخندق، وكيف تبعه العلماء، وكيف جاء الناصر قلاوون أيضا في 1328 وصنع هناك مسجدا من أجمل المساجد بعد المسجد الأقصى في القلعة وحصنها. ثم جاء من بعد ذلك جاءت الدولة العثمانية، وعلى رأسها كان السلطان سليمان القانوني في 1538، وقام بتحصين وتحصين القلعة، وقام بتشييدها، وبقيت القلعة تؤدي دورا إداريا هاما ليس فقط في القدس وإنما في كل البلاد المقدسة في فلسطين وجزء من بلاد الشام. مدينة القدس تقوم على السياحة، متاجرها، مطاعمها، أبنائها معظمهم بيشتغلوا في قطاع السياحة، فهي مدينة سياحية من الطراز الأول. وانقطاع السياحة عن القدس معناه موت المدينة وانتهائها، وهذا مش إشي جديد. هي القدس مركز للحجيج، وأهل القدس اشتغلوا بهذا الحكي منذ التاريخ، يعني منذ الفترة البيزنطية حتى نكون دقيقين. فالحج إلى القدس بالفترة البيزنطية كان منظم، وكان في خرائط تعطى للحجاج في فترة الفرنجة، وكان في عنا برضو زي ما في عنا اليوم سوفينير شوبس، كان في برضو سوفينير شوبس، كان في دكاكين سياحية موجودة، والناس طلعت بتذكارات من القدس. وانتهاء الحجيج من مكة يجب أن يكون في القدس، فبالتالي هذا أعطى أهمية خاصة للسياحة بالقدس، وخلى معظم أهل القدس يشتغلوا بهذا العمل على مدار a lot of periods، يعني على مدار عدة أزمنة. فمسألة السياحة في القدس وعمل أهل القدس بالسياحة مش إشي جديد ولا إشي غريب على البلد. وجود السواح في القدس شيء طبيعي، ومش بس شيء طبيعي، هو جزء ومكون للقدس. الوضع السياسي في كل المنطقة بيأثر على وضع السياحة في القدس، لأنه هي المفصل وهي المربط. يعني إذا صارت مشكلة بسوريا إحنا متأثر، صارت مشكلة بمصر إحنا متأثر، صارت مشكلة بالأردن إحنا متأثر. مش شرط إنه نتأثر لما تكون المشكلة موجودة عندنا، بالإضافة للمشاكل الموجودة عندنا، مجرد إنه تصير مشكلة في المحيط تبعنا إحنا منتأثر بشكل كبير، لأنه هي المركز وهي المفصل. فعشان هيك نعم بيأثر بشكل كتير كبير وبشكل كتير واضح، وأثر علينا السنة بشكل واضح كبير.
السياحة تتأثر دوما بالوضع السياسي والأحداث التي تحدث على أرض الواقع، وتأخذ بالمد والجزر باعتماد على الوضع الأمني أيضا. لكن في مدينة القدس مهما تحسنت السياحة الأجنبية فهي لا تؤثر كثيرا على الوضع الاقتصادي لمدينة القدس، حيث أن أغلب هذه السياحة تأتي عن طريق مكاتب يهودية تتعمد عدم المرور بالأحياء العربية، عدم الشراء من الأحياء العربية، تتعمد السير في طرقات مختلفة التي تكون فيها التجارة فقط لصالح اليهود. لذلك مدينة القدس يجب أن تعتمد على السياحة الإسلامية، والسياحة الإسلامية يوجد العديد من العوائق أمامها، منها بعض الإفتاءات التي خرجت بحرمة زيارة مدينة القدس، وهو الذي يؤثر مباشرة بشكل مباشر على سكان المدينة، ومنها أيضا أن هناك العديد من المسلمين الذين لا يستطيعون الدخول إلى مدينة القدس. لكن يبقى السياح المسلمون القادمون إلى مدينة القدس خاصة من الدول الأوروبية هم الغذاء الرئيسي الآن للحركة السياحية والاقتصادية في مدينة القدس. نحن ندعو جميع المسلمين القادرين على وصول إلى المدينة القدس بالقدوم إليها والتواجد فيها، لكن نرجو من الجميع أن يتعامل بشيء من الحذر بالحضور إلى فقط الفنادق العربية، والتأكد من أن هذه فنادق عربية، الشراء فقط من المحلات العربية، والاستمرار في مقاطعة المحلات اليهودية كما تقوم السياحة الإسرائيلية بمقاطعة محلاتنا ومقاطعة فنادقنا. السياحة الدينية تساعد على تعزيز الاقتصاد المقدسي، تساعد على تعزيز المحلات التجارية، تواجد المقدسيين، بقائهم في داخل محلاتهم، بقائهم في داخل بيوتهم، صمودهم ومنع تهويد المدينة. أنا أعتقد أن التناغم الإسلامي المسيحي الموجود في هذه المدينة يحاول احتلال أن ينفرد الآن ربما في المسجد الأقصى، ولكنه غدا سينفرد بكنيسة القيامة. هذه جزء من الاعتداءات والانتهاكات في مدينة القدس. أنا بأيد الحج الديني للقدس بمختلف طوائفه الإسلامية والمسيحية. ليش؟ صحيح أن القدس تحت احتلال، لكن نرجع للمقولة أنه زيارة السجين لا تعني التطبيع مع السجين. إحنا ناس عايشين على السياحة، حياتنا سياحة، محلاتنا كلها مفتوحة، معظمها مفتوحة سياحياً، فبالتالي الزيارة الإسلامية موازنة للزيارة المسيحية في القدس، قاعدة بتشجع أهل القدس على الثبات، وقاعدة بتدخل a good income، مدخول عالي للقدس. فأنا من مؤيدين الزيارة الدينية للقدس، وتزور القدس بشكل مستمر وتدعم الناس اللي عايشين فيها حتى يقدروا يتمكنوا ويثبتوا ويقدروا يعيشوا، لأنه من غير هذا المنطلق مش راح يقدروا يعيشوا.